معايا نص كوباية من السكر البني. لو السكر البني مش متوفر ممكن نحط سكر أبيض وعليه معلقة من العسل. معايا هنا زبدة، كوباية من الزبدة. دلوقتي بقى هخفقهم بالمضرب الكهربائي. دلوقتي الزبدة والسكر تجانسوا، هحط بيضاية عليها معلقة من الفانيليا الباودر، ولو حابين فانيليا سائلة مفيش مشكلة. دلوقتي الخليط بقى جاهز معايا، ممكن بدل المضرب الكهربائي نشتغل بالمضرب اليدوي مفيش أي مشكلة خالص. هنا بقى معايا كوبايتين من الدقيق بالشكل ده، عليهم معلقة صغيرة معيارية مليانة من البيكنج صودا، وكمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر نفس المعلقة، واخر حاجة رشة من الملح. دلوقتي بقى هقلب كده الاول المكونات مع الجافة مع الدقيق بالشكل ده كده، وهرجع بقى اخلط لحد ما يتكون معايا الكوكيز. ممكن طبعا بايدي مفيش اي مشكلة خالص. دلوقتي بقى بايدي هلم كل العجينة لحد ما تتكون معايا شكل الكوكيز اللي احنا متعودين عليه. دلوقتي عجينة الكوكيز بتاعتي بقت جاهزة معايا بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده. هناخد كمية حسب الكرة اللي احنا حابينها او الحجم الكوكيز اللي احنا حابينه. معايا هنا كرات من الشوكولاتة على المارشميلو على البسكوت، يعني تشكيلة كده او ميكس من الحاجات انا حطها في الحشو، عاملاها كور صغيرة. فهاخد كورة احطها واقفل عليها الكوكيز بتاعتنا بالشكل ده كده اهي. هاخد كمان واحدة بنفس الحجم هفردها، هحط عليها الكورة بالشكل ده كده. هنعمل باقي الكمية. دلوقتي حطيت الكوكيز بتاعنا في الصينية اللي هتدخل الفرن، سبت طبعا مسافة علشان ياخد راحته، طبعا هيفرد شوية في الفرن. وحطه بقى في الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الاوسط، مش هياخد اكتر من 10 ل 12 دقيقة. طبعا زينته بالشوكليت شيبس، لو حابين تحطوا اصلا شوكليت شيبس جوه الكوكيز نفسها ممكن. وكده الكوكيز بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن اخدت تقريبا 12 دقيقة. شايفين بقى الحشوة من جوه عاملة ازاي، وكمان الشوكولاتة فيها كراميل بجد حلوة جدا. جربوا الوصفة، الكوكيز نفسها طعمها من غير اي حشوة طعمها يجنن. اللي جرب الوصفة وتعجبه يسيب لي رأي في الكومنت. والسلام عليكم ورحمة الله.